سؤالك مرة حلو. هذا السؤال على الفيديو اللي احنا اتفقنا فيه انه اذا انا صرخت اتلفظت الفاظ مش لائقة مع الاولاد انه انا جيت اعتذر وبقول له بس يا ماما انت اللي بتعصبني، انتوا اللي بتخلوني اسوي كده. قلنا انه هذا الشيء خاطئ وهو يعتبر اصلا دبل عنف. ليه؟ لانه انا بنقلهم لمستوى اخر من التصغير والتقليل وبحملهم نتيجة اللي حصل، يعني فوق اللي أنا عنفتهم بحملهم نتيجة مشاعري ونتيجة اللي حصل، وبقول لهم بأكد عليهم إن هم يستاهلوا مثل هذه المعاملة وهذا خطأ. طيب أنا إذا أخطأ كلنا حنخطأ وكلنا حنعصب وكلنا ممكن نقول كلام إحنا نعرف إنه ما نبغى نقوله. طيب حصل، واتبع السيئة الحسنة تمحها، تتبعيها بحسنة خالصة، يعني بدون ما تحشي هذه الحسنة في 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 ملام وفي نقد. يعني ايش؟ مباشرة، بطريقة مباشرة. معلي يا ماما انا صرخت عليكي والله ما كان نفسي اني اصرخ، استغفر الله العظيم، معلي ان شاء الله باذن الله مرة تانية احاولي حبيبتي اني ما اصرخ عليكي، تعالي خليني اضمك، الله يخلي لي اياك ويحفظك ابني، خلي لي اياك يا حبيبي. اتكلم بصراحه، انتوا بترسلوا لي انا مره بزعل لما بضربهم، مره بزعل لما بعصب عليهم، والله قلبي بيحرقني. هم اولى بانهم يعرفوا هذا الكلام، فقولي والله انا ما يهون علي، والله اني احب دائما اكون صديقتك، دائما احب اكون انا صديقتك، ودائما احب انك بحب لما نجلس مع بعض ولما نتكلم مع بعض. بتحسي بأنه كده لما بيعلى الصوت وزي هذا التوتر أنا بفرح؟ والله بكون مرة متضايقة. بس فهميهم، انتقلي للمرحلة الثانية، مو شرحتي خلاص واعتذرتي بطريقة صريحة بدون ما تحشي الكلام بأنه أنتوا السبب وأنتوا حجنوا وأنتوا تطلعوا الواحد عن طوره والكلام هذا. بس بعدين انتقلي للليفل الثاني، أنه ليش؟ والله أنا حسيت بإحباط، خفت عليك، ما قاعد تذاكر يا أمي، بكرة لو ما توقف بين هالأولاد هم حالين الواجبات، مستواك أنت ينزل تتعود مثلا على المستوى النازل، ما يهون علي. وأنت اسم الله عليك وامدحي وابدي امدحي، وأنت ما شاء الله عليك ما كامل إلا وجه الله الكريم، عادي تكلمي كثري مدح، قولي احكي وخذي. محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمر نعم الرجل عبد الله، طيب هو ايش كان يبغى يقول؟ انه مو ناقصه شيء؟ ولا قال لو كان يقوم من الليل؟ يعني عبد الله ما كان يقوم من الليل، ومع ذلك بدا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نعم الرجل، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم وقاعد يمدح ويقول نعم الرجل. يعني ايش اللي وخلى عبد الله يمكن اول، يعني تخيل احساسه وهو بيقول نعم الرجل، لسه ما جاء باقي الكلام عنده، فأكيد هو إحساسه كبير. أنت كبري إحساس الولد والبنت، قولي ما شاء الله عليك يا ماما ما كامل إلا وجه الله الكريم. طب هل هذه الكلمة كذبة؟ هذه حقيقة، ما كامل إلا وجه الله الكريم، ما قلت شيء أنا، ما قلت شيء غلط، ما كامل إلا وجه الله الكريم. أنت لك لهفة على أخوانك، أنت حنونة، أنت فهمانة، أنت ما شاء الله عليك يا ماما أشوفك بسم الله على قلبك، تحب الخير وتحب الصح وتحب تكسب دائما وتكون من الكسبانين. كمان يا ماما الواجبات هذه، هذه من الأشياء اللي الإنسان يكتسبها، والمهارات والعلم يا ماما، والصلاة يا ماما. وأتكلم فأحول الاعتذار بطريقة، أول شيء أني أنا يعني اعتذار خالص، خلاص أنا أعتذر أني أنا مو تحبي أقول لك كذا، مو تحبي أقول لك والله أنا أعتذر منك، والله قلت كذا ما قصدي، ولا تحب أقول لك عشان أنتي وأنتي وأنتي وأفتح معاكي مواضيع، بتقولي خلاص لا باكي ولا باعتذارك ما بشي. هذا شيء. الشيء الثاني أقول لك إيش اللي أحبطني، إيش اللي خوفني، إيش اللي جاب بالي. طبعا أنتي هنا لما أتكلم بهذا أنتي إيش حتحسيني؟ حتحسي بمودة صح؟ حتحسيني وليه الحين مو احنا لما نزعل من بعض ايش نقول؟ اقول لك ليش يا فلانة ليه ما جيتي فتحتي معي الموضوع، ليش ما قلتي لي على افكارك وانا كنت فهمتك؟ هذا اللي احنا ما نسويه مع عيالنا، قولي على افكارك، اتكلمي على احباطاتك على مخاوفك، هذا يفتح الحوار بينك وبينهم. يقول لك لا يا ماما والله أنا بحاول وإلا صح معاكي حق وإن شاء الله، وكل كلمة وثانية كذا. تكلمي معاه وانت ضاممتي، تكلمي معاه وانت بتحط يدك كذا على شعره وعلى شعرها، تمسحي على كتفهم كذا، تبوسيهم من جبينهم، تفتخري فيهم، أنا أشوف نفسي فيكم. أنا صح أحيانا يعني لما أنفعل أكون خفت أكون قلقت، بس هذا مو صح. فهميهم لأنه هم انت بتقدمي امامهم نموذج عملي، نموذج عملي هم بياخذوه بالضبط.
الحين كم واحدة مننا تقول والله أنا كنت أعامل بقسوة، ولما كنت طفلة كان يتم القسوة علي، والآن قاعدة أعامل أولادي بنفس الشيء، وأنا مرة زعلانة، وكيف كذا أنا أعمل شيء أنا كنت رافضته؟ لأنه ببساطة العلم بالتقليد إيش اسمها يا ربي، التربية بالتقليد والتربية بالمحاكاة. طيب، فأنا هنا لازم أعطي النموذج الصحيح، النموذج الإيجابي، النموذج الإيجابي اللي فهم ابني اللي أمامي هذه أمي ما شاء الله مكان ثقة، حقانية، تتكلم، يعني تتكلم بالحق، لما يصير في شيء تجي تقول والله أنا غلط، إيه غلط، وبعدين أنا لما أبغاك مرة ثانية تعتذر، ترى شوف اللي يغلط يجي يعتذر، شوف بكبري أنا كلي أعتذر، أبوك يعتذر، ما عندنا مشكلة، الإنسان اللي يغلط يعتذر، مش عيب تعتذر من أخوك، مش عيب تعتذري من أختك، العيب إنه إحنا نستمر في الغلط. فهذا الكلام أكيد يلمس معه، لأنه هو شايف من جد، هي لما ماما تقول الله يهديني، الله يا ربي برد قلبي، ادعوا لي يا ماما، ادعوا لي يا حبايبي، والله كان الواحد استغفر الله لما يعيش بتوتر يصير التوتر عنده عادة، لا احنا ما نبغى هذه العادة تستمر في بيتنا. عرفتي هذه الأشياء إيش تعطيهم؟ تعطيهم يحسوا في التعاطف، ويحسوا أنك أنت متفهمة لمشاعرهم، وينبسطوا منك، يقربوا منك، يسهل سمعان الكلام والانضباط. واللي تبغيه عمرك ما انت وهادية، القوانين هي اللي تحميك. عمرك رحتي وظيفة لقيتي يوم اللي تغيبي يقول لك صدر قانون الغياب، ولا انت لما بتتوظفي بتكتبي عقد، بتوقعي عقد من كم ورقة فيها كل القوانين، كل القوانين موجودة. ليش؟ لأنه القوانين ما نعملها وإحنا معصبين، ما نعملها وإحنا متضايقين. أنت إيش اللي ضايقك؟ إنك ما عندك قوانين. نحس بإيش؟ إنه إحنا خلاص بالصوت حنضبط بالصوت اللي ما قدرنا. لا لا لا، اللي يضبط حياتك هي القوانين، تصرفي والقوانين ما تحطيها لحالك، والقوانين ما تحطيها وإنت معصبة وتصير لغتها كذا، لغة تلاقينا معصبين من القانون، مبين احنا نجفصين وزعلانين، والقوانين ما تكون عامة، هذه يبغى لها فيديو ثاني. انت عشان تتفادي، اسمها الوقاية، يصير وقاية، مو كل يوم تتعصبي وتنقهري وبعدين تعتذري، وان كانت عادي كل يوم احنا منعصب ونعتذر، ما هي قضية، لا تشيلي همها ابد، كلنا نخطئ، وبالعكس عادي، وخير الخطائين التوابون، وما فيها شيء، وبالعكس الولد يتعلم والبنت تتعلم، انه كلنا نخطئ، ما احد يشوف نفسه مثالي، ابعدوا عن المثالية، ما في شيء اسمه مثالية، الدنيا كلها ضغوطات والحياة ضغوطات، واحنا بنتحمل، ومن هنا بتجي اجورنا، وهذا هو اصلا جهاد النفس، اللي هو يعني اكثر شيء جهاد النفس، اني ايش، اني امسك نفسي واني اتعامل. وبعدين الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني أنا هذول الأولاد والتعامل معاهم فتنة، أتصبرون، بتصبري، بتعاملي ولدك زي ما الله سبحانه وتعالى يحب، ولا عشان ولدي وأنا آمنة العقاب أقدر أقول أصعب الكلام عليه. يعني بتجيني قصص والله البنات بيحكوا شيء مرة يحزن، يعني الأم بتاخذ راحتها كثير بالكلام، كثير ما تقدر تقول ربع الكلام اللي بتقوله للبنت مع جارة، مع مرة ولد، حتى ما تقدر تقوله، لأنها ما تأمن، تعرف أنه بيجي أحد بيقولها كيف كذا يا أمي تقولين لحرمتي، ولا أنت كيف كذا تقولي لي، أما بنتها لا. فلا لا، لازم ننتبه على أنفسنا، نعتذر عادي، ما فيها شيء، نعتذر بكل بساطة بكل سهولة، اعتذري ولك الأجر من الله، ويا سلام كذا لما تعتذري وتحتسبيها لله، وتحتسبيها أنك أنت ما تكيلي بمكيالين، زي ما وين أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أنت لما تعتذري من هذا الطفل الصغير حيجيكي أبوكم الكبير يقول معلي والله أنا هذه الشغلة عملتها ما كان القصد منها، عيالك بيتعلموا على هذه الثقافة، بيصير هذا وضع البيت، فخير يعني، وين أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الله يرضى عليك، حلو سؤالك، إن شاء الله كذا أكون جاوبت الجواب الوافي.